إذا كنت تحب مشاهدة مسلسل الشرطة على اليوتيوب عن مسلسل الآلهة، كان اللورد الدوق في المعبد، لذا استعرض ألبوسيوس في الوقت الحالي ما يمكنهم فعله حتى يتمكنوا من ابتكار خطة شريرة أخرى. في تلك اللحظة كان الرب الذي كان في الهيكل مع أبيه عندما كان ألبوسيوس يخططون للخطة الشريرة. في تلك اللحظة كان الرب الذي كان في الهيكل مع أبيه عندما كان ألبوسيوس يخططون للخطة الشريرة. في تلك اللحظة كان الرب الذي كان في الهيكل مع أبيه عندما كان ألبوسيوس يخططون للخطة الشريرة. تحدث بوزيو إلى رفاقه قائلاً إن بإمكانهم أن يطمئنوا أنهم لن يقوموا بالغزو بهذه الطريقة حتى يتمكنوا من الهجوم بسرعة جنونية. يشمل الفصل الدراسي، ولكن يمكننا الغزو بطريقة لا يعرفونها. قال بوزيو إنه يمكن أن يمنحه الفرصة إذا كان لا يزال يطلب فرصة لجذبه للعيش. لقد أصبح أكثر توتراً عندما كان في البانوراما ولم يعطه الفرصة. كانوا سيفاجئونهم وكانوا سيهاجمون حقاً، لكن هذه الخطة يمكن أن تنجح حتى يتمكنوا من تحقيق النصر لتحقيق ما يريدون. كانوا سيفاجئونهم وكانوا سيهاجمون حقا، لكن هذه الخطة يمكن أن تنجح حتى يتمكنوا من تحقيق النصر لتحقيق ما يريدون. ولكن قبل أن يحدث ذلك، طلب اللورد ديوك من والده أن يذهب إلى منزل والدته ليرى كيف حالها إذا تحسنت من اكتئابها. كان ذاهبا إلى النهر الجليدي حيث تعيش والدته وحيث يعيش الناس حتى لا يرى أي شخص آخر. لم يرى أي شخص آخر لفترة طويلة، لكنه ذاهب إلى غويانيا. لذلك رأت لورد والدتها التي كانت لا تزال تمثل، وبقيت معها لبعض الوقت.
كريسما التي كانت والدته كانت تحب حقا قضاء الوقت معها، لكنه بقي في أكثر من طريقة لأنه أحبها كثيرا. كريسما التي كانت والدته كانت تحب حقا قضاء الوقت معها، لكنه بقي في أكثر من طريقة لأنه أحبها كثيرا. لماذا مر وقت طويل منذ أن رأته كريسما لكن وجهه ووجهه مغبران لكنه يسأل عن حاله؟ لماذا مر وقت طويل منذ أن رأته كريسما لكن وجهه ووجهه مغبران لكنه يسأل عن حاله؟ في هذه الأثناء كانت آلهة بوسيوس الشريرة تحاول أن تفعل شيئا ما وكانت مستعدة للمعركة. سمروا المعبد على حين غرة ولم يتمكن الجنود من كبح تجاوزات بوسيوس أكثر مما وصل لورد إلى المقدمة عندما استخدم شعاع الجليد. سمروا المعبد على حين غرة ولم يتمكن الجنود من كبح تجاوزات بوسيوس أكثر مما وصل لورد إلى المقدمة عندما استخدم شعاع الجليد. عندما أصيب لورد بشعاع من الجليد من الطحالب استيقظ وتغير لونه إلى اللون الأزرق. عندما أصيب لورد بشعاع من الجليد من الطحالب استيقظ وتغير لونه إلى اللون الأزرق. لم يكن لديه قوى جليدية أو نارية، لكنه حصل عليها عندما أخذ شعاع الجليد مباشرة في بطنه. لم يكن لديه قوى جليدية أو نارية، لكنه حصل عليها عندما أخذ شعاع الجليد مباشرة في بطنه. في اليوم الأول الذي حدث فيه ذلك، كان اللورد دوكي حزينا جدا لكنه انتهى به الأمر إلى التعود عليه لأنه اكتسب قوة وأعجب ببشرته الجديدة على الرغم من أنها كانت زرقاء. في اليوم الأول الذي حدث فيه ذلك، كان اللورد دوكي حزينا جدا لكنه انتهى به الأمر إلى التعود عليه لأنه اكتسب قوة وأعجب ببشرته الجديدة على الرغم من أنها كانت زرقاء. موجود في تامبوري وكان حزينا جدا على الرب لأنه أنقذ حياته، ولكنه كان سعيدا لأنه أنقذ
Já voltei. Ainda voltei, fermentei. Batata doce, batatinha, cenoura, tomate. E depois peguei o caldo desse negócio que eu peguei. Joguei bem no feijão. Agora vou levar o caldo de azul, não só não. A gente pega a verdura na água, a do caldo que eu peguei a verdura. Aí hoje eu peguei, hoje eu peguei mulher suja. Peguei e joguei linda verdura, linda verdura. Eu posso contar quantas moedas tem aqui? Uhum.